ايه رأيك في المكان؟ لطيف. زمتك مش احسن من الكليه وقرفها ودوشتها؟ هو احسن بس ما تاخدش على كده. يعني ايه ما تاخدش على كده؟ انا مش عارفه انت ازاي قدرت تتاثر عليا، وازاي اصلا انا طوعتك وجيت معاك هنا. لا 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 ما تقلقيش، الفتره اللي جايه هتطوعيني كتير قوي. انت بتحلم. طب ما انا لازم احلم وانت كمان لازم تحلمي. نحلم بايه؟ نحلم ان احنا يبقى لينا مكان يا جماعه. صدقيني يا ندى، صدقيني احنا الاثنين محتاجين لبعض. انت والدك متوفي وانا والدي متوفي من فتره قريبه قوي، وامي ولا حاسه بيا ولا تعرف عني اي حاجه، ولا بروح فين ولا باجي منين. صدقيني بجد احنا الاثنين محتاجين لبعض، محتاجين نقعد نتكلم مع بعض ونفتح قلبنا لبعض. الامور مش سهله كده يا امير. انا مش فاهم انت ليه بتصعبيها على نفسك وعليا. لان اللي بتقوله ده لو حصل ولاي سبب بعيدنا عن بعض احنا الاثنين هنتعب قوي. بس من ناحيتي انا متاكد اني مستحيل اقدر ابعد عنك. مش عارفه اقول لك ايه يا ندى. انا مش عايزك تقولي لي حاجه، انا عايز اسمع منك اللي انت حاسه بيه. خايفه. هي كلمه خايفه دي مش عايز اسمعها منك طول ما انا جنبك. على فكره انا اتاخرت ويلا بقى عشان نمشي. يلا بقى عشان نمشي. وتاخرتي ايه؟ احنا لسه جايين. انت وعدتني اني اول ما اقول لك عايز امشي هنمشي على طول. طيب توعديني ان المكان ده هيبقى بتاعنا وهنيجي نتقابل فيه دايما؟ ما هو انا مش همشي من هنا لما توعديني. طب يلا قوم بقى. طب اما نيجي اقول لك، يعني جيت اقول لك نيجي هنا تاني ويا ندى وبتاع والحاجات دي كلها، هتيجي تقولي بقى لا اصل الكليه واصل انا خايفه واصل مش عايز اجي ولا ايه؟ مين عارف، مش يمكن انا اللي اقول لك عايز اجي هنا على طول. حاجه غريبه بقى، ظابط اشرف هو اللي كان عايزك؟ يابا ده كان عايز يطمن علينا وبيطمني يعني ان اجراءات المعاش والمكافاه بتاعت المرحوم قربت تخلص. على فكره بعت لكم السلام. سلام؟ طب والله فيه الخير. لما هو بيسلم علينا طب ليه بعت لك امين شرطه ياخدك بالمنظر ده في الحار؟ لا كان بس بعت الامين عشان يديني خبر اروح له، بعدين الامين ما فهمش فعمل الحبتين دول يعني. يوم يقعدك طول النهار في القسم هناك؟ لا انا جات، انا ما قعدتش طول النهار ده، هي كان نص ساعه ومشيت على طول. بس انا اصلي كان عندي مصلحه لازم اقضيها واخلص منها بسرعه عشان افضى بقى للمشتل وللشغل ولابويا. شغل؟ شغل يا اخويا؟ نجات طلع عينها من الصبح في الشغل. وليه يا نجات تتعبي نفسك؟ على العموم يا جماعه اطمنوا، انا خلصت كل حاجه وفاضي شغل المشتل. مفيش تعب ولا حاجه، انا عينيا الاثنين للحاج. طب يا حاجه انا لازم اروح لحسن اتاخرت قوي على عيالي. طب على مالك يا بنتي وانت ماشيه؟ حاضر. طيب استنى موصلك. لا خليك انت مرتاح، انا عارف السكه، ما انت عارف انه قريب هنا. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه سلام. الله وبركاته. سلام سلام على الولاد. يا سلام، نجات دي اصيله فعلا يا ابا. نجات دي اصيله وجدعه، وانا لو كان ربنا كرمني ورزقني بواحده زي نجات دي كان زمان حالي اتغير. واللي زي نجات دي في زيها دلوقتي؟ على رايك يابا، الست الاصيله الجدعه بقت عمله نادره في الزمن ده. خسرتك اعرفها. انت كنت ناويه تقعدي معانا هنا كام يوم، اشمعنى يعني دلوقتي عايزه ترجعي عند جدي؟ بابا وجدي طول اليوم في المشتل ومحتاجين لما يرجعوا يلاقي حد يشوف طلباته. بس كده؟ يعني مش عامله نفسك مقموصه من اللي حصل النهارده في الكليه؟ وهو ايه اللي حصل النهارده؟ يعني اسلوبي اللي ما بقاش بيعجب حضرتك. شوف اما اقول لك، انت اليومين دول بتعمل حاجات غريبه، انت عمرك ما كنت كده. بس انا لازم دلوقتي اكون كده. ليه ان شاء الله؟ في الاول بابا الله يرحمه كان موجود، كان مسؤول عندنا كلنا، لكن دلوقتي انا مكانه ولازم اخد بالي منكم كلكم. انت بتتكلم بجد؟ والحاجات دي فيها تهريج؟ يا ريتك كنت بتهرب، لانك لو بتتكلم بجد تبقى داهيه. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك فاكر ان التحكمات الفارغه اللي انت بتعملها دي هتخلي حضرتك كبير ومسؤول عننا، تبقى انت مش فاهم يعني ايه مسؤوليه. بقول لك ايه، انا كبير وفاهم انا بعمل ايه غصب عنك وعن اي حد، انت فاهمه ولا لا؟ اوعى ايدي كده. عايز افهم انت عاوز ايه تاني يا هاني؟ عايز اريحك على الاخر يا ماما، هاخدك معايا الصبح لغايه الشهر العقاري، تعملي لي توكيل عام رسمي. ليه ان شاء الله؟ عشان اخلص انا اجراءات البيع، وبعدين انا عارف ان موضوع البيع ده مش جاي على هواكي، ممكن تقولي كلمه كده ولا كده قدام الناس تبوظي لي الموضوع.
يا ريت يا اخي، يا ريت يبوظ ونخلص. شفتي بقى؟ يبقى احسن حاجه موضوع التوكيل ده، وتسيبيني انا بقى اخلص كل حاجه. حاضر حاضر يا استاذ هاني، انا هعمل لك كل حاجه انت عايزها. ما انت خلاص بتتصرف من نفسك كاني انا مش موجوده. ولازمته ايه الكلام ده بس يا ماما؟ عندك حق، ملوش لازمه الكلام. ما انا خلاص ما بقاش عندي جهد ولا صحه علشان اوجع قلبي معاك. مساء الخير يا ابو العز. مساء الخير يا حاج مرشدي. رئيس عرفه. يا كنت عايزك. ازيك يا عم مرشدي؟ اهلا يا عطا. اهلا يا عم ابو العز. ازيك يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ كنت عايزك يا ريس في خمسه كده يعني. طب اطلع انت يا ابا واشوف الولاد عاوز ايه واحصلك على طول. طب ما تتاخرش وخلص المواضيع دي، مش عايزين قلق ولا مشاكل. اتفضل. تعال اخويا ما اشوف انت عايز ايه بقى. قلت لك من الاول هتتعود على المنوم، مش هتقدر تستغنى عنه، هيعمل لك مشاكل. هو بمزاجي يا دكتور مش بمزاجي. انا حاولت ليالي طويله ان انام من غيره واستغنى عنه، لكن ما قدرتش. على الاقل حاول تقلل منه. احاول يا دكتور، فكر احاول. بقول لك يا استاذ شاكر، ما فيش اي اخبار عن اختك؟ اختي كويسه الحمد لله. الحمد لله. ايه اتصلت بيك ولا ايه؟ لا بس انا حاسس انها هترجع ان شاء الله. اصلا ما تقدرش تستغنى عني، انا كنت مريحها على الاخر، بعملها كل حاجه. ما يمكن هو ده اللي زهقها. زهقها؟ في حد يلاقي حد يحبه ويعمل له كل حاجه ويخاف عليه ويزهق؟ حتى لو قفص العصفور من ذهب برضه اسمه قفص، ما هيصدق ان بابه اتفتح يهرب ويطير. بابه يتفتح؟ بس هي ما كانتش تعرف تفتح باب ولا تروح ولا تيجي ولا تعمل اي حاجه خالص. اللي انا متاكد منه ان في حد هو اللي فتح لها الباب. حد زي مين؟ مش عارف. وانا لو اعرف كنت قعدت الف البلد كل يوم ادور عليها. لسه عندك امل انك تلاقيها؟ انا عندي يقين اني هلاقيها. يقين؟ ايوه. وبكره تشوف يا دكتور فكر، بكره تشوف. بتقول كام يا اخويا؟ بقول لسيادتك يا فندم ان هو ده المبلغ اللي معاها وهو ده اللي تقدر تدفعه. ولا انت هتلف وتدور عليا ولا ايه؟ يا ريس انا مش بتاع لف ودوران، وبعدين محاسن دي انت تخلص منها خالص، وباقل من كده كمان. مش هي بنت خالتي بس جلده وقيحه وميتها على الدنيا. واللي تطلع بيه منها احسن منها. وافق يا باشا، وافق وعلى ضمانتي انت الكسبان في الاخر. انا موافق يا عطا، بس بقول لك ايه، تحسك عينك لو حد خد خبر ان انا خدت فلوس من محاسن انا هخرب بيتك وبيتها. لا يا باشا، هو حد يستاجر يفتح بقه؟ ارحمني بس يا باشا، انا مش حملك. امتى يا باشا نتقابل ان شاء الله؟ بكره نتقابل عند المأذون ونخلص.